السلام عليكم، تحياتي. نشكر بزاف الناس فاس، نشكر بزاف الناس فاس بزاف. معكم محمد البحار، انا مدينه بركان، عمر ديالي 34 عام، انا الهوايه ديالي البحر، غطاس. انا والدراري اصحابنا، انا غطاس يعني مع الدراري هكا الفوندو، يعني عندي الماتريان ديالي، يعني انا نموت على البحر. يعني الناس كابدولو، تنغطس في السعيديه، نغطس من مجع الطماضلت. انا الهوايه ديالي يعني نموت عليها بعد البحر، هوايه كلشي الدراري صحابي والهدف ديالي. وعندي الفلوكه تنخرج، عندي الصناره ديالي نعوم، عندي يعني هوايه ديال البحر، يعني تنقاج، يعني نصوتي في الجبال كوصيف ومشتا، يعني على طول العام، يعني طول العام عندي الكسوه ديالي، عندي الماتريال القوام. يعني شحال الفصول اللي كتسقم فيها الشتاء البرد بزاف؟ يعني صيف ومشتا، يعني شهر جونفي 12 1 2 3 شهر 7، يعني على طول العام حنا تماك، يعني صيف ومشتا حنا مبليين عندنا القوام. يعني اللي ما يعرفش يعني يعني غادي يتغبن، يقدر يموت. يعني كان الميرة، كان تقدر تقبضوا الشبكة، تقدر يعني تقبضوا راكرز ديال الرجل بزاف. يعني اللي ما يعرفش يعوم يعني راه واعر البحر، خصو يكون مع شي واحد لا يدير الجيلية، الجيلية يعني باش يعوم بها. يعني البحر واخا حنا نعرفوا نعوموا ما نطيقوش فيها، يقدر يتنقلب علينا البحر، يقدر بزاف ديال الصوالح، يقدر يقبض فيك شي بول كبير يغرقك، بول عنده شي مقادف، يعني هذوك الرياحات ديالو يقدر لا يقبض في الحجره يقبضك انت، يقدر يقتلك شي. ولكن عندك شي خدميه يعني باش تبيكي، يعني باش يعني واعر الحال بلا ما يطيقش في هاد الصوالح. يعني الميره بزاف، يعني هو شي مرات البحر يكون راسي بصح، يعني في الكاع تكون واحد الميره يعني قويه تكون تجبدك. يعني بنادم ما يطيقش في هاد الصوالح، يعني البحر يعني بنادم اللي تنخرجوا تنحمدوا الله، يعني بنادم سلامات. وتلقى شويه الصعوبات يعني مع شي مرات هذوك القناف ديال البحر، القنفوت ديال البحر تلقى مع شي مرات تيقيسني يعني في اليد هكا في الرجل، ولا خندير لي قويات يعني تيقيسني بصح معليش تنقلعوا ذات الشوك، اخا شويه العذاب ديال البحر تيجي حلو. وتيكون معنا مسكين واحد الحاج لا تذكروا بخير، مشى لدروك البلجيك، تا هو غواش تيغطس معنا يعوم تبارك الله، راه معروف مدينة يعني بركان كابدورو راس الماء. والدراري صحابنا حمزة، وكان واحد الدري صاحبي عاود سطاطي، وكان عاود حافيط، هادو كلشي الدراري اللي زامي صحابنا هادو تيعوموا معنا ويغطسوا. نتمنى يعني هاد البحر واش يعني تكون الصحة ديالي زينة، ونتلاقاو مع الناس ملاح وكلشي يعني على خير وبخير، ونخرجوا سلامات للدار. هذا هو الحياة ديالي. يعني واش مرات البحر يكون مليح يتنقلب عليه يرمي الشبكة يخرج على برا، يعني المرشى يخرج ما يسمع في هذا الشيء، يعني يتنقلب عليه البحر. بزاف ديال الصعوبات تيوقعوا، يعني اخا هما يعني عندهم نشره يعني بحاره تيوقع له شي مرات هكا، يعني بحال هذه واحد جوج سيمانات وانا واحد الدونفار مع البحر جبدناها، يعني بوحدها انتحرت ضربت راسها لا خرجت من الشبكه، يعني ممنوعه للصيد. احنا خرجناها انا والدري صاحبي السيمانه اللي فاتت، يعني ثقيله جبدناها عاد مع التصاور، وشافوها الناس راه يعني راه معروفه، يعني شافوا عندنا في فيسبوك، شافوها في ستاتيس. يعني الميره اللي تكون طايعه البحر يعني التيمبو يضرب غربي ما بلان ما يخرج، يعني ما يخرج، يعني تا يشوف التيمبو يبي لا يعني رصا غادي نتكل على الله يقول بسم الله، يعني بنادم يغامر بالنفس ديالو، يعني بنادم ماشي يعني العوايه ديالو بلي غادي نجيب الصرف يعني في الحوت ولا المنفعه القويه، يعني باش يغامر يحمي النفس ديالو، يقدر الموجه تقلبو بزاف ديال الصوالح، يعني بنادم خصو ما يطيقش. البحر خطره يكون مليح، خطره ماشي مليح. كلمه للخير، ها؟ كلمه اللي توجهها للناس ديال البحر، كلمات تشكرهم فيها شنو؟ واش نقول له؟ نقول له اودي اللي يكون البحر يعني عايش بزاف، يعني ما تمشيوش وما تخرجوش، يعني يقدر يتنقلب بزاف ديال الصوالح.
يعني مول فيها هذه عيال اللي نعطيها لكم محمد البركاني يعني محمد البركاني البحار الناس بركان هادشي اللي نقول له يعني. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.